السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا قبل أسبوع صورنا حلقة ميدانية في محافظة بابل تخص بحيرات الأسماك اللي تم تجفيفها والبعض تم هدمها بسبب قرارات وزارة الموارد المائية اللي قالت الأسباب هو شح المياه، بالرغم أنه صورنا إحنا في بعض البحيرات اللي تعتمد على اعتماد مباشر على مياه البزر وما تعتمد على الأنهر الرئيسية مثل نهر دجلة أو الفرات وغيرها من أفرع هذه الأنهر. ولكن يعني حبينا أنه تكون حلقة بها كثير من المعلومات. للأسف تأجلت الحلقة الأسبوع الماضي لأسباب معينة، فهذا الأسبوع حقيقة اتفقنا مع شخصيتين، شخصية تمثل اليوم الرأي الحكومي وشخصية تمثل اليوم رأي منتجي الأسماك. الشخصية اللي تمثل رأي منتجي الأسماك هو الأستاذ إياد الطالبي. أهلا وسهلا بك أستاذ إياد، رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك. أما الضيف الثاني الدكتور خالد مهدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور ماجي، مع العلم العلاقات أقدوا عليه من البارحة واليوم انه اكو هيك برنامج اليوم نريد يجوز راي وزاره الموارد المائيه، راي ممكن علمي بفائده بمصلحه عامه، ممكن حتى توصلون رسالتكم اليوم لمربي الثروه السمكيه الى المواطنين. اتصلوا بعلاقاتنا من امس واليوم الصبح تم تاكيد، ولكن للاسف انغلق تليفون المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه، وهذا عتب كبير جدا من برنامج ارض السواد لتلك الوزاره اللي حقيقه عندنا تعاون كبير معها. يعني لما كان الأستاذ هوان الذياب مستشار في وزارة الموارد المائية أقسم بالله ما تأخر يوم من الأيام على حلقة، كان دائما يجي قبل الموعد بأقل شيء 30 دقيقة، والحمد لله والشكر الآن أصبح وزير موارد مائية وخص قناة الأيام الفضائية بأول حوار تلفزيوني وعلاقتنا طيبة ومستمرة. حقيقة عتب كبير جدا على إعلام وزارة الموارد المائية لما تعطي اليوم كلمة أو وعد، وأيضا إحنا نقدر الظروف، ممكن أكو ظرف طارئ، ظرف خاص للأخوة، وراح نكمل حلقتنا، ولكن إحنا حابين نعطيهم فرصة للكلام اليوم لأن حقيقة غضب كبير جدا من المربين. سالي يا درد أبدأ وياك، من قبل أسبوعين صورنا حلقة، أكو قرارات جديدة؟ أكو شيء يتغير للأفضل؟ بالعكس طبعا بالبداية أنا أتقدم شكري وتقديري إلى قناة الأيام اللي واكبت موضوع مربي الأسماك منذ سنين، وفي الشد في أيام الخير وأيام العصيبة. نعم. وآخر لقاء كان شفتوا مربين الأسماك اللي منهارين، وأنتم حضرتك قلت هاي أول لقاء أو أول أصعب حلقة، أصعب حلقة في هذا الموضوع. صحيح. احنا تدري موضوع الموارد المائيه، طبعا اذا تسمح لي اتكلم، الموارد المائيه مشكوره عليها جهد كبير، وتدري وجعلنا من الماء كل شيء حي، ومسؤوليتها كبيره امام الناس والعراقيين والمزارعين، ولكن احنا الان في معركه استاذ ظفر، انا من معركه لازم اوجد البدائل، يعني امور كارثيه. نعم. حتى وزاره الزراعه ما قبلت بهذه التصرفات. اكو امس كان تصريح للمتحدث الرسمي هذا الموضوع، يعني اني ما طبعا مو قلت لك وزاره الموارد المائيه هي احنا ما نقدر ان يعني نتكلم عليها، لا بالعكس هي تحملت جهد وتحملت يعني عبء كبير في هذا الشيء ومشكوره. نعم. لكن احنا الان يعني ما يصير ان وزاره الموارد المائيه يعني تتخذ قرار صدر من دولة رئيس الوزراء، نعم هذا القرار يحترم ويطبق، لكن تجي تشوف اكو شقين، الشق الاول مرخص بها والشق الثاني غير مرخص بها، المرخص بها طيب، الغير مرخص ايضا بشقين، مياه اللي على العذبون مياه على المبازل. صحيح. وانت حضرتك شفت يعني حد هذا اليوم الصبح اليوم يعني جهد يعني يساوي الجهد العسكري برد من المزارع. نعم. يعني وين ذا مناطق؟ في قضاء المحاولين قرية البو مصطفى بعدهم اليوم. نعم. وفي الطارمية وفي سلمان باك، يعني صح. كأنما جهد وزارة الموارد المائية استاذ ظفر. نعم. أنا بدي أسأل سؤال إلى معالي السيد وزير الزراعة المحترم وابن الوزارة. نعم. هاي
الكميات من المياه اللي وزارة الموارد المائية. قصدك وزير الموارد المائية. لا، وزير الموارد المائية المحترم. نعم. هو ابن الوزارة. نعم صحيح. بدي أسأله سؤال مباشر. هاي كميات المياه اللي أطلقت استثمرت لو راحت البحر؟ سؤال. نعم. لدولة يوجه عن طريق وزير دولة رئيس الوزراء المحترم. يعني هاي الكميات الهائلة تعادل ملايين ال في احد مناطقكم، هي رجعت للبزول. كل المناطق اللي اطلقت الان، كل المناطق، تدري الحوض بمصدر مي وبزل، بزل يطلع النهر الثالث ويطلع للبحر. زين، يعني هذه الكميات من المياه اللي صرفت المازل بعد رد من المزارع استثمرت لو راحت للبحر. سؤال موجه الى معالي وزير الموارد المائيه. نعم. مو يقول شحت مي؟ نرجع لهذا الموضوع. طبعا احبت المشاهدين، عندنا فيديو يوضح اليوم الأزمة الكبيرة اللي حقيقة وقعت اليوم على رؤوس مربي الثروة السمكية. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. اريد اتوقف وياك بنقطه ظهرت الان بهذا التقرير، انه البحيرات المجازه او الغير والغير المجازه، انه وصل انتاج العراق تقريبا 800,000 طن. نعم، اكثر من 800,000 طخ، ممكن مليون في بعض. نعم. نعم. الحالات اذا بعد التجفيف وبعد ردم البحيرات انتاج العراق ايش راح يصير؟ طبعا بتدني كبير جدا، والشاهد على ذلك اليوم كيلو السمك ب 9800، وانا قلت لك يصل ل 15,000 اذا ما دخل المستورد، وهذا اللي الطامه الكبرى. زين، احنا موضوعنا مو على قله الانتاج ولا على موضوع السعر. نعم. اكو ايدي عامله استاذ ظفر، يعني اني كل مزرعه بيها ثلاث عوائل اربع عوائل، كل عائله بيها ست نفرات، وشفت انت حضرتك عوائل الاف الخريجين العمال نساء ورجال، هاي نسبة كلها راح تصير بطالة. أصحاب العلاوي، علاوي يعني أني في محافظة بابل ومحافظة فلان وفلان، الدولة مأجرة العلوة ب 300,000 ب 400,000 دينار، عفوا 400 مليون. نعم. هي الدولة مأجرتها، هاي غلقت معامل الأعلاف، كل معمل علف طاقة إنتاجية تصل إلى يومية 60-50 طن. زين، هاي هي عمالها تسرح، الناقل، صياد، يعني لازم تفكر بهذه الايدي. احنا عندنا فتره التربيه من الشهر الرابع الى شهر ال 11. نعم، الحصاد يبدا بال 12. بال 12 خلاص اعطيني مجال، مثل ما اعطيت المزارع المرخص بها اعطيني. زين، هذه استاذ التكامل الاقتصادي، واذا اقول لك انت ايش قد عدد المجازه والغير مجازه. زين، انت هسه من هاي توددت الثروه، هي مو ثروتي الي ولا حضرتك، هي ثروه بلد. هذا خزين من المياه اللي موجود بالوسط والجنوب، انتم تقولون يا موارد المايه ما يصير سدود بالوسط والجنوب. صحيح. طيب اعتبرها هاي سدود لك، خزين لك. انت ليش فرطت بها في الشهر السابع او بدايه الشهر السابع؟ خليها خزين. ايش يسووها؟ يبقوها بحيرات؟ خليها بحيرات والماي تستفاد من عند انت. مهم يقول لك اذا هم استخدمناها واحتاجيناها هم حظ ظلوم وناشدات. ما استاذ، انا حوض ترسى مي، هسه انا حوض ماخذه بالصاح بالخطا، طبعا انا اقول لك هل هي مزارع مخالفه للقانون. طيب، لكن اني في حاله طوارئ اخليها خزين الي للوسط والجنوب، انت ما عندك سدود، وهذه الارض هي تدري ارض بالنسبه للوسط والجنوب، يعني ارض ما بها اي سده. صحيح. فاعتبر هاي الكميات الهائله من ملايين الالتار خزين لك استراتيجي. من لا استاذ اياد، الان مثلا عندنا البحيرات اثنين، هنا أنا مرخصه. نعم. قانونيه وهنا غير مرخصه. لما ظهر قرار وزاره الموارد المائيه
ايش سووا مع البحيره المرخصه ومع البحيره الغير مرخصه؟ شنو الاجراءات؟ بالنسبه للغير مرخصه قبل شهرين اردمت كل منافذ المياه اللي تجي من الدجله والفرات والفروع الرئيسيه المياه العذبه. نعم. وحتى المزارع ردمت اللي على الضفاف. نعم. من الطارميه الى سلمان باك الى بابل الى يعني باقي القرى والارياف. الناس لجت شغلت اللي المزارع اللي على المبازل، وحضرتك شفت انت. صحيح. ياخذ من البزل. هاي شلون ظهرت الفكره من المبازل؟ طب الانسان صحيح انتم يعني ماخذين عينات لازم مختبرات كجميع. هذا الموضوع. نعم. يوديني الى موضوع النهر الثالث، وانا لازم اتكلم به. اتكلم. احنا استاذ موضوع احنا مهم نرجع على المواد، الموارد. نعم. المائيه. موارد المائيه. كان في تشكلت لجنه بكوادر كوادرها الفنيه المحترمه وخبرائها، طبعا عندها خبراء وعلماء ناس يشتغلون. نعم. بكل طاقتهم، ناس يعني سووا شيء للبلد. صحيح. فمن كان معالي الوزير السابق جمال عادلي شكلوا لجنه مع حكومه السيد عادل عبد المهدي. نعم. نعم. دكتور اسمه الدكتور العادلي كان وزير. نعم. الموارد المائيه قبل المهدي رشيد. نعم نعم. كل التحيه لهم. الله يحفظهم. نعم. ومع وزاره العلوم والتكنولوجيا شكلوا لجنه، والموارد المائيه سوت مشروع اسماك بالشومالي في بابل، هي اعلنها فقط على النهر الثالث. النهر الثالث. صحيح. لمده سنتين مع التكنولوجيا وزاره التكنولوجيا كوادر علميه وربوا. نعم. سمك. وهذا المشروع وصل الى بتحاليل مع علوم التكنولوجيا، الدكتور لوهي التميمي والدكتور عبد الحسين من علوم التكنولوجيا، ناس خبراء، هذول ناس عباقره وكوادر فنيه، وصدر كتاب من الموارد المائيه رقمه 9440 ب 22 يقول الاسماك اللي بهاي المشروع صالحه للزراعه، وصار بحث ورفع على ديوان رئاسه الى مجلس الوزراء. صحيح. طيب اجى تغير الوزير، اجى الوزير الثاني كان يفلش المشروع. هذا المشروع مو اللي ولا الموارد المائيه، هذا للعراق. دلاله انه النهر الثالث صالح بتربيه. طيب. نعم. سويته. احنا هسه لحد هذا اليوم. ايه. يعني الـ 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 شوف استاذ. مو اكو مستثمر بالنهر الثالث؟ النهر الثالث. ايه. طوله 665 كيلومتر. صح. والمبازل الفرعيه 83,000 كيلومتر. هاي كلها كتله من المي. يعني بدال يعني اني اخذ من البزل وارجع البزل، شنو اللي يضر يعني؟ نهر الثالث محرمات ب 200 متر منه و 200 متر. صحيح. يعني اني ما استاذ. نعم. الكوادر في وزاره الموارد المائيه ما يشتغلون لهم، يشتغلون للعراق. وزاره الزراعه تشتغل للعراق، احنا نشتغل لهذا البلد. يعني انا مو اريد اني اتخلص من المشروع، لا، لازم كوزاره الموارد المائيه، وزاره الزراعه ان تلقى البديل. انا رجال عراقي، انا مستثمر، انا قاعد اعطيك كتله مال لحم. زين المياه الجوفيه. المياه الجوفيه؟ اي. يعني انا اقول لك هسه المياه الجوفيه منعونها، هم يمنعون استخدامها. زين خليني استخدمها بوقت الشاحه. لا، الدول المجاوره الاردن والكويت والسعوديه دا يسحبون من الحدود مياه جوفيه. وحتى دا ياخذون من ضمن اراضينا لابار ارتوازيه. اكو دراسه هسه. نعم. سؤال موجه للموارد المائيه. اكو دراسه تقول ايش كنت عندنا مياه جوفيه وجيت كم سنه تكفينا؟ اكو؟ صحيح. لا، اكو بعض التقارير بس مو حكوميه. لا انا اريد اي تقارير حكوميه. انا اريد انا. نعم. عندي مثلا استاذ هو خزين المن مو للطوارئ. هي احنا بحاله طوارئ. اسمحوا لي سنه واحده مو سنه. انا تقول انت غير مجاز وعلى البزل احفل لك بير مثلا ست اشهر. يعني بس عبر مرحله الله تحت اشراف وزاره الموارد المائيه والزراعه. ليش هي واجي اغلقه بعدين من المي يرجع يعني بكرسوه. احنا هاي الاسئله. نعم. استاذ عياد اكيد عندنا محاور كثيره ومهمه جدا، ولكن احد حلقاتنا الميدانيه التقينا مع مربي الثروه السمكيه اللي جففت وهدمت بحيرات، وكانت هناك حقيقه مشاهد مؤلمه جدا. خلينا نشوف اول لقاء راجعين. احنا هاي هذا البزل هو يغذينا. أيه. قبل فتره جوي سدوا المنفذ، هو مي اصلا ماكو بالشط، احنا ما ناخذ مي من المنفذ. وجو عليه وسدوه. أيه. شفنا المنفذ المسدود ماكو مي. أيه. وهاي صار 8 شهور ما اكثر هو مسدود. التجأنا الى البزول. أيه.
هذا البزل اللي يغذي. خلينا نحكيها، من رحت للبزل ايه؟ هاي الفكره شلون اجتكم؟ هو ماكو يعني هو ماكو عندنا غير وسيله غير ايه؟ انه ناخذ هذا المي من البزل وما مأثرين على احد، ما مأثرين على احد ايه؟ ولا نأثر على احد. نعم اي، ولو ندري به تأثير ما هم ما انتدناه. اي لو ندري به تأثير هم ما انتدناه. اي فالتجأنا الى البزل، لان هو مي البزل حتى يجيكم الله وطالع للمنافذ مالته ايه؟ وما يصلح لا للبشر ولا للحيوان. ايه؟ ما يصلح لا للبشر ولا للحيوان. نعم فالتجأنا اليه، وهذا هو البزل اللي يغذي الحواض مالتنا. وهاي شفتوا الافرع اللي ناخذ من عندها؟ شفتناها. نعم. شفتوها؟ نعم. وصارت واراضينا مصفره. ايه؟ ايه؟ اراضينا مصفره داخله ضمن خطه الاستصلاح. نعم. والسيد الوزير الله يحفظه، يا وزير، وزير الموارد المائيه. نعم. هو يعلم بهذا السالفه انه اراضينا مصفره. نعم. نعم. مصفره من زمن صدام. نعم. هي مصفره وتغلبت عليها البزول، تغلبت عليها البزول. يعني شنو حتى المشاهد ايه؟ ما لها حصه مائيه. اها. ما لها يعني ما يعني غير صالح للزراعه. غير صالح للزراعه ولا ولا فاجتكم فكره تحويلها بحيرات. اجتنا الفكره. نعم. نحولها بحيرات. رجعنا لكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. استاذ شاهدنا اللقاء حقيقه يعني ناس بسطاء اغلبهم عايشين على هذا الموضوع، كل واحد عنده بحيره او مشتركين ببحيره واحده والحمد لله ينتجون، ولكن للاسف اليوم انت كجمعيه منتجي اسماك وحقيقه عددكم كبير جدا، جد عددكم تقريبا كاعضاء يعني بحدود ال 9000 مربي بين مربي. نعم. وعامل وغيره اكثر من 9000. عموما العفو العفو اكثر من مليونين شخص. هذول كلهم مرتبطين، كلهم يعملون بالاسماك والمعامل الاعلاف والصيد. لا ايه بس العضويه عندكم 9000 شخص. نعم. عوائل عندهم التزامات، يعني احد الاشخاص مديون الى او كثير من الاشخاص مديونين الى معامل الاعلاف. الحل شنو بعد انه قرار وزاره الموارد المائيه؟ هل تطالبون بمهله او تطالبون بتعويضات مثلا مثل عوضوا اهل مزارع الشلب انه ايضا هي ما عندكم؟ شنو الحل؟ احنا الموضوع التعويض الاولي مال الفايروس سيرفيس ما حصلناه لحد هذا يومك وقرب مجلس النواب. احنا نريد نطلب من معالي وزير الموارد المائيه المحترم، هو رجل طبعا عليم يعني عبء كثير، ونطلب من يم الى دوله رئيس الوزراء ان يوقف الان الردم والهدر الكبير اللي يهدره من هذه المياه، وبالاسراع بوضع دراسه استثمار هذه المياه الان. هسه لا عوفا احنا ما يهدرون بس استثمروها استاذ، تروح بالبزل بالمبازل المنار الثالث يطلع، يعني اي استثمار ما يصير به هذه. انت ليش يعني لا انطيها لا ولا استفاد معدها ولا انطيها؟ احنا نريد ان يستثمرون هذه الكميات الهائله من المياه خاصه في مناطق الوسط والجنوب، يعني بغداد، بابل، كوت، الناصريه، السماوه، العماره، البصره، الديوانيه. نعم. هذه انت دا تطلقها بالبزل، يعني انت دي يعني تعاقبني انا كمربي اسماك؟ اريد الرؤيه، شنو رؤيتهم؟ زين السمك اللي بيها هذا هاي كتله اللحم هي اللي داعمه ومسوي تكامل اقتصادي للعراق، امن غذائي. صحيح. انت يعني انا ترى يعني الناس وصلت الى حد اقسم لك بالله راد يطلعون الناس مظاهرات، قلنا لهم لا احنا انسان الدوله رئيس الوزراء المحترم. نعم. وهذا الرجل ابننا واخونا ورجل زراعي، واحنا نريد ان ندعم هذا الرجل. صحيح. ندعم للعراق. نعم. استاذ شو كنت اخر لقاء بينك وبين ممثلي وزاره الموارد المائيه؟ اي لقاء ما صار. مع العلم علاقتك قويه بيه. نعم. اي لقاء ما صار. يعني احنا طلبت لقاء استاذ، احنا الان احنا يوميا نشاهد الجهد العسكري، الجهد الهندسي كانما جهد عسكري يوميا، بلدوزرات واليات وتردم بالاحواض، يعني مو كان تردم بالانورنب، قامت تردم بالاحواض. يعني هو الحوض تشيل من عنده فتحه بعد انتهى الموضوع، لكن هسه يوم يعني اليوم هذا اليوم في قريه ابو مصطفى في قضاء المحاويل، وامس يعني ماساه. نعم. ماساه، ودزيت لك انا الصوره اليوم، هي الموارد، هي ناشره الموارد المائيه مو انا ناشرها. نعم هم نشروها. اليوم البحر خلص قرار تجفيف او ردم،
غير يعطون تحذير على الموضوع انه يا بابلاغ راح نهدمها او راح نجففها بعد اسبوع؟ لو ماكو هذا الشيء لا ماكو. انت هم بداوا يبدون اللي رجال الانسان وين يودي يعني سويتشاته مثلا ربع كيلو شو يسوي لهم بعد؟ اجى الموارد المائيه فتحت السده وطلقتها بالبزل هو والسمك وكله وراح ماي وخلاص راح هو. نعم. هذا مو منتج للعراق. انا يمكن هو منتج هذا منتج للعراق هذا يعني تكامل اقتصادي ودعم. ساعات ماخذين السمك لابيه بالشط اي بالفعل ومشتري. نعم. ومشتري من البحر يعني وزاره الموارد المائيه مشكوره ان انه لو جايبه مكان ما تصرف شفالات وفلوس وغاز ان الشيله وتذبه بالشط ايضا يخلص يعني حل رائع. اي وط مثلا ربع القيمه ولا انطي ولا انطي ليش خليه يروح بالبزل والبزل الرئيسي الامزيره وبعدين يطلع النار الثالث ويروح قبل للشط العرب كتله سحم كبيره يعني انت حوض كل حوض ابو الدونمن خلينا نقول معدل طنين السكيل قد راح يوصل بعد شهر يعني احنا 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 اذا أمل بدون مستورد احنا ان امل مع الوزير الزراعه يا الله ان يعني بس يعني خليه يلتقي بينا او نشوف احنا نقول له يا معالي الوزير المحترم انت هذا المي بتهده مستفاد من عنده لو يروح اذا مستفاد قبل وزير الموارد المائيه يعني نعم احنا اذا مستفاد من عنده احنا مخالفين القانون هذا قلاص مي اني سارقه من الدوله تاخذه تستفاد من عنده لو تذبه تاخذه اني اعتبره خل تستفاد من عنده حتى او تنطينا مجال لشهر 12. نعم طبعا احبت المشاهدين ايضا كان عندنا اتصال هاتف مع البروفيسور الدكتور خليل ابراهيم ولكن للاسف ايضا تليفونه مغلق يعني لجوز اسباب من تليفوننا او شيء. طبعا عندنا ايضا لقاء اخر من قريه البو مصطفى في محافظه بابل خلينا نشاهد هذا اللقاء وراجع. انت مهنتك ايضا بموضوع الاسماك؟ انا مهنتي وموضوع اسماك يعني ما وعيت على الدنيا من وعيت على الدنيا هو انا هاي شغلتي اسماك ما عندي غير شغله ما تعرف غير ما اعرف غير شغله هسه طلعني للسوق اللي بيع شيء ما اروح ما اعرف ما عندي مهناني يعني ما هسه طلعني للسوق اللي اروح بيع شيء ما اقدر لان انا ما متعود على اسماك فقط هاي شغله. الشغله الثانيه يعني من جوي هم ذول الري من جو اللي جاي قبل اول بارحه يعني اشتد صارت هنا صارت فاجعه يعني فاجعه صارت هنا يعني اول نقطه دا يقولوا له عم قفلنا بس خلي نحط الشبك للحوض يا اخي انت ليش هديت السمك هيك عم ما يصير ايه احنا وياك متعاونين وياك احنا متعاونين وياك بس انت مو تجي علي انت تستفز الشباب لا تستفز الشباب تجي على الحوض مالته وتبعجها تضربه بالحفاره وتطلع السمك ماله يعني ما يصير هذا الحكي اي تعال علي بعلعن وغاتي انا اجي وياك بس انت مو تجي علي تطير السمك مالته على البحيره يعني ما يجوز ما يصير يا اخي يعني انت ابو القانونيه انت بالقانونيه يعني ماكو ايش تصرف يا اخي يعني انت شنو هديت السمك مالته على البحيره عمو ما يصير الله ما يرضى هاي ترى هاي الاسماك عايشه عليها عوائل هاي ايتام عايشه عليها ايتام عايشه على هاي العوائل انت مو تجيني تفتح لي على البزل الله ما يرضى عمي يعني دا نقول لكم احنا متفاهمين وياكم احنا بس انت مو تجيني يعني تدري انت كم حط طيروا واحد من عندهم 80 مليون هنا ابو عمر 50 مليون يعني مني يسدد بس اريد افتهم هسه مني يسدد يعني مني يسدد هذا يريد يبيع بيته على شنو عمي يبيع بيته انت لو جاي علي وخلي هنا خلي شبكاني خلي شبكاني. طبعا رجعنا وياكم احبه المشاهدين وللاسف الى الان الدكتور المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه ما وصل، حقيقه كان استفادينا من الهواي من المعلومات. لان اليوم بدها تصير ضبابيه كبيره جدا وكثيره جدا حول موضوع ردم الاسماك، حتى اليوم بين المواطنين. يعني اليوم لما قناه الايام نشرت هذا الفيديو اللي يخص هذه الحلقه في ما حقيقه صار انقسام كبير جدا. اكو مواطن يكتب بهذا النص انه يستاهلون مربي الثروه السمكيه هم اللي صعدوا برمضان الاسعار اكو ناس لا مساندهم فنريد حتى نفتهم اليوم الصوره حتى لا نظلم اليوم مربي الثروه السمكيه هذا الظلم الكبير جدا يعني حقيقه اكو معلومات لان انا دخلت بهذا البرنامج فاعرف كثير من المعلومات انا ما اريد اميل لجهه معينه ضد جهه اخرى يعني اكو اسعار الاعلاف ارتفعت وغيرها وايضا انا اريد اليوم راي وزاره الموارد المائيه بموضوع انه يتكلمون ليش هذا القرار؟ هل احنا صحيح في ازمه مياه
قاتله وخانقه مثل ما يقولون كوزاره الموارد المائيه، انه نحتاج احنا 50 مليار متر مكعب، حاليا الخزين الاستراتيجي 7 مليار متر مكعب، ولكن للاسف حقيقه نرجع ونقول عتبنا كبير جدا على المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية. طبعا الآن عبر الهاتف البروفيسور الدكتور خليل إبراهيم المختص بالثروة السمكية. أهلا بك دكتور. أهلاك حياك الله. الله يحفظك. الله يخليك دكتور. تأمن ساكن في بابل أو بغداد؟ أنا بابل. نعم، وأيضا هو المستشار العلمي للجمعية العراقية لمنتجي نعم. الأسماك. نعم. دكتور خليل أريد أعرف نعم. اليوم موضوع أنه ناس ربوا على البزل وما مأثرين على المياه الرئيسية، يعني أريد تشرح لنا على هذا الموضوع، هل حقيقة أكو تأثير على اليوم الخزين الاستراتيجي المال العراقي ممكن بملوثات من تربية الأسماك؟ تفضل. تسلم عزيزي، سلامي إليك ولضيفك أستاذ أياد الطالبي. أهلا وسهلا ولكل المشاهدين. عزيزي أستاذنا العزيز، أنه كل دول العالم تبحث عن سبل لدعم أمنها الغذائي، دعم مائدتها الغذائية، دعم اقتصادها الغذائي، لكن مع الأسف الشديد احنا عدنا هذا السبيل ليس نعم. مهمل فقط ولكن محارب. الآن مثل ما ذكر أستاذ أياد هنالك شقين موجود لدينا، شق المياه العذبة وشق المياه المالحة اللي هي المبازل نعم. الزراعية. إن المبازل الزراعية عندما لا يمكن استخدامها لا في الزراعة ولا في الاستخدام البشري، ويمكن استخدامها في تربية الأسماك، ما المانع في استغلالها في استغلال الأراضي غير صالحة للزراعة؟ وهذا هو التكامل الزراعي إذا احنا حقيقة فاهمين الزراعة من غير الاتجاهات الحقيقية الصحيحة. نعم. الآن باسم الوزارة المائية وزارة الموارد المائية لديها خبراء، لديها مستشارين، لديها فاهمين كبار. خليني اتوقف دكتور، دكتور خليل خليني اتوقف وياك بنقطه مهمه اليوم. يعني دكتور لا يعني خلي اكو امر غريب جدا، اليوم وزاره بحجم وزاره الموارد المائيه بها مختصين وبها حقيقه يعني عمالقه بموضوع الثروه السمكيه والمائيه وغيرها، يعني من تتخذ هيك قرار اكيد اكو اسباب علميه لهذا الموضوع. حبيبي الاسباب العلميه متى تكون هذه إذا تستحلي؟ نعم. عندما تبعد الكوادرهم مع كوادر وزارة الزراعة مع كوادر الجمعية ونبعد إذا كانت حسن نية موجودة إمكاننا نعم. أن نجد الحلول، لا نجد محققات. يعني عندي أنا أقوم بعملية تجم بحيرات أو الزراعة للشرب أو ما شابه ذلك، هذا ليس بحل. المفروض أن أجد حلول لهذه المشاكل. قبل أسبوع ظهر تقرير في وثائقية الجزيرة عن اصطياد المياه الأنظار وكيف نبحث فيها في المياه في مناطق صحراوية وكيف خلقت بيئة مختلفة جدا عن ما كانت. الآن هذه البحيرات إذا كانت في مكانات صحراوية أو شبه صحراوية غير مستقلة زراعيا غير صالحة للزراعة مع وجود هذه الزراعة الصحيحة اللي هي الأسماك، يعني الأسماك مقاومة لهذه الأملاح الموجودية. أنا في الحالة نعم. كانت البيئة في تلك المناطق وأيضا أن تجد كمية من الأسماك اللي تدخل في الماء العراقي والعلم العراقي الموجود. الآن مثل ما قلت عندما تجتمع الكوادر نعم. هذه الجهات المختلفة على مائدة واحدة وتتناقش تلقى الحدود. مثال على ذلك الان هاي المباخر الكبيره اللي حكى عنها استاذ اياد بمساحاتها او بكم اطفالها الكبيره، الان مسح يصير مسح يقول يا هذه المكانات الفلانيه والفلانيه والفلانيه، يعني خارطه الطريق هذه الخارطه اللي موجوده بها انا استطيع او يا مربي استخدمها، يعني ما استفيد بعدها لا زراعه ولا استهلاك البشر ولا حتى اصطناعي. وبالتالي تعال يا مستثمر استثمر هذه المناطق للانتاج، وبالتالي احنا نكون مشكورين. دكتور حتى استثمر وجودك عندي حقيقة سؤال أزلي دائما في برنامجي أطرحه بخصوص الثروة السمكية، لماذا لا ينتقل مربي الثروة السمكية إلى الزراعة الحديثة وعفوا التربية الحديثة بالنظام المغلق؟ ليش ما ينتقل؟ حبيبي يا ومن أدهم النظام المغلق فيه مشاكل، النظام المغلق الدوار فيه مشاكل كبيرة، ومو مو ما صالح، هو صالح ولكن لدينا
في مشاكل كثيرة. الآن تركت العالم الآن مثلا موجود ما يسمى في IPRS، ما أعرف إذا كان الموارد المائية سامحين بهذا النظام. الآن هو نظام أحواه ولكن يدار بدون أن تبدل المياه في داخله، يعني يكون إدارة إلى الغذاء الطبيعي وإدارة إدارة تربية الأسماك والغذاء الصناعي في داخله. نعم. الآن بدأ ينتشر هذا، فيمكن أن نطبق هذا المشروع. وأعتقد الجمعية ما عدا مانع عن أن توفر مثل هذه الأماكن. يمكن أن وزارة الموارد المائية أو وزارة الزراعة تقوم بتجربتها في هذا المجال. نعم، كل التحية والشكر لك البروفيسور الدكتور خليل إبراهيم المختص بالثروة السمكية والمستشار العلمي للجمعية العراقية لمنتجي الأسماك. شنو هاي التقنية الجديدة بالتربية اللي ما تحتاج موين؟ النظام هذا اللي تفضل به أستاذي الدكتور خليل، طبعا نظام ما يحتاج أي كمية مي، نفس الحوض، حوض داخل حوض وأنظمة أكسجين خلاص. ليش ما تطبقه؟ هم غير تشوف هذا الموضوع ايضا يرجع الى الموارد المائيه. ليش انا يصير استاذنا اتفضل الان يجب، واني انت دعوه خاصه الى دوله رئيس الوزراء، ان يصدر امر بانشاء ورشه عمل بين الموارد المائيه والبيئه والزراعه والاسماك، مربي الاسماك. هذه الورشه تديرها رئاسه الوزراء حتى يطلعون بنتائج تخلص المربي وتخلص العراق من هاي المشكلة. يعني أنا من أقعد أطرح فكرتي بموضوع الـ EBIRS، هذا مشروع لازم تتبناه وزارة الزراعة بموافقة وزارة البيئة والموارد المائية. يعني أنا أمنح إجازة إلا توافق للري والبيئة والزراعة، يلا ينطوني إجازة. مكلف هذا؟ لا ما مكلف أبدا، حوض نص حوض مثل القفص ومن أنظمة أكسجين. وممكن ان يتبدل هذا المي؟ ما يتبدل ابدا 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 ما يتبدل. ممتاز. يعني العالم هذا وصل ب 2022 و23 نظام حديث جدا. بس احنا اقول لك احنا يجب ان يكون تنسيق بين وزاره الموارد المائيه والزراعه والبيئه، يجب. يعني احنا صار قلت لك انا بامر ديواني رقم 10 اجتماع، اكثر من 20 اجتماع، ان نحدث قوانين الموارد المائيه والزراعه. بالتالي قلت لي باقي على 1970 القديم، وتحدثت واجتمعنا 16 اجتماع وكل الموجودين، لكن ما طلعنا بنتيجة لحد الآن. اللي كتب معارضة على الموارد المائية وفي رفوف يعني الجهات العليا. مواليد رئيس الوزراء 1970، بعدنا على هاي القوانين. نعم قديمة قوانين استاذ، اكو الآن 53 سنة استاذ، اكو موضوع اخطر من كل شيء. نعم تقبل الله العظيم، صارت الهجرة من الريف إلى المدينة الآن ازدادت، وهذا خطر. صحيح. جدا خطر. طبعا أحب المشاهدين، يعني مشكلة، يعني باحث جريته بالأخبار اللي دا تصير، المشاكل العشائرية اللي صارت مثلا في محافظة ميسان. يعني كل هاي الأزمات احنا بالقوة نريد اليوم أهالي المحافظات الزراعية المهتم بالثروة الحيوانية ان تستقر في بيئتها، تستقر وتنتج وتعيش حياة كريمة. ولكن للأسف أزمة مياه، الأزمات مثل ما قلنا عليها البارحة اللي صارت مشكلة، يعني البيئة هاي صارت بيئة طاردة للسكان. عندنا لقاء أخير مع أحد الأشخاص في قرية الإلبو مصطفى، خلينا نشاهده وراجع. نحن ما نقبل نأذي جوارينا اللي أو المجمعات اللي سالح، ما نقبل، لأن هو هذا المي حتى المحافظات تصير جنوب بابل. إحنا نعم ما أبد ما نقبل يعني نأذيه. صحيح. يعني هو من جهة من قبل حضرته موارد المائية مال حلة، من جهة هد المي ما استفاد، رجع يعني للبزل، راح للبزل، وهو غير صالح للشرب، غير صالح للزراعة أصلا. يعني أنت تعرف حضرتك نبات الشلب أقل شيء يراد له مي حلو. طبعا نبات الذرة. نعم. اللي نبات الشلب ونبات الذرة اللي يستهلك مي أضعاف مضاعفة من البحيرات. ليش؟ استاذ علمياً علمياً ليش؟ لأن إنه هي البحيرة هي مستنقع شبعانة بالمي، ما تتصرفه. يعني راح إحنا نأخذ المي من البزل رد الرجعة، بينما نبات الشلب لا يأخذ المي من يهدر الغير مكان. نبات الذرة الصفراء اللي تستهلك مي أكثر من البحيرة نفسها. فإحنا نطلب من حضراتكم توصلون صوتنا. نعم. اللي رئيس الوزراء ووزير موارد المائية يطلع على التقرير المعد من قبل الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، واني احد اعضاء الجمعية. نعم. يعني نعم. ورئيس الجمعية موجود تشرف والدكتور موجود، يطلعون على التقرير اللي عديناه احنا.
ويشوف يعني شلون احنا مظلومين. نعم. نعم. يعني حتى زراعه ما نقدر نزرع الله وهي منتهيه يعني قياعنا. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. هذا احد الشباب اللي ابوه مستشهد بقصف للطائرات الامريكيه بنفس موقع البحيره. نعم. ايضا يعني ايتام وعوائل نعم. كثيره نعم. عايشه على هذا الموضوع. محمد رشاد. نعم استاذ نعم. اياد لا لكم لقاء ويا رئيس وزراء. لا التقيت بوزارة الموارد المائية. علاقتكم بوزارة الزراعة شلونها؟ لا جيد. شو كنت آخر لقاء ويا يعني أحد المسؤولين؟ دائما الرجل بأبواب وزير الزراعة مفتوحة بأي وقت بدون موعد. شو كنت آخر مرة التقيت؟ قبل تقريبا شهر التقيت. شنو رأيه بالأوضاع اللي تصير؟ رجل مساند إنا لكن الآن في هذا الوقت القرار الأول والأخير للموارد المائية تدري وزارة ما يقدر. طبعا احنا من هذا المنبر نقدم شكرنا وتقديرنا لمعالي وزير الزراعة والدكتور ميثاق الوكيل الفني والدكتور مهدي الوكيل الفني. نعم. ناس مختصين مدير عام الثروة الحيوانية أيضا ناس مهتمين وكل يعني الدعم داعمينه لكن شو يسوي قرارات مشتركة بين الموارد المائية والزراعة والآن الدور الأول والأخير هو الموارد المائية. احنا نعم. احنا من هذا المكان نطلب من المعالي وزير الزراعة ويوصل صوتنا إلى دولة وأيضا معالي وزير الموارد المائية أن يوصل صوتنا إلى دولة رئيس الوزراء المحترم بأن يوقف الردم السريع لشيء واحد هو نعم. إذا وزارة الموارد المائية مستفادة أو مستثمرة هذا المي اللي تذبه من الأحواض فهنيئاً لهم وإذا ما مستفادين من عنده خلي يعتبرونا خزين لهم بالصيف يستفادوا من عنده واحنا اولادهم نعم اولاداتهم قاعدين لا شغل ولا عمل بالعاميه والله الناس تعبانه يا استاذ والله شغل ماكو صحيح اقسم لك بالله يعني الله يسعدك لا اكيد يعني كل التحيه لكل مربي الثروه السمكيه اللي حقيقه احنا مساندين لهم وهاي الامور كلها. يوم من الايام في محافظه واصل نعم. قبل تقريبا شهر ونص شهر طلع وزير الموارد المائية يتكلم بكل صراحة وقال إنه يابا راح نعطي مهلة الشهر 12 للمجازين فقط يعني. للمجازين أكو يعني المجازين ما نعم تشتغل كل طاقتها الآن وبس إنه يعني تقصر عليها المي هي وحدها راحت يعني تنتهي الموضوع. إحنا نريد نقول يا أستاذ ظفر إحنا ما عندنا مشكلة أي شيء القرار 12 القرار القانوني ينفذ على الجميع صحيح. وأنا أيضا من قناتكم قناة الأيام أدعو مربي الأسماك بتطبيق القانون بحذافيره وذول الموارد المائية أخوانهم وأهلهم جايين بقرار رسمي ينفذ القرار بأي بحذافيره والناس شفت أنت ملبي يعني منفذ القرار والموارد المائية يرحبون بيهم بعلمهم مثل ما أقول يجمون بيوتهم أي صحيح. فإحنا ندعو كل مربي الأسماك نعم. هم أهلنا أخوانهم. سؤال عن الأقفاص العائمة ضمن القرار لا 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 مو من القرار لا ال 12 الاقفاص العامه باقيه ممتاز وهي يعني هي ظلت الحلقه الوحيده لكن انا اوصل لك شيء علمي استاذ انا الاقفاص العامه تفيد سمك فقس منين اجيب لها؟ الاحواض الطينيه صحيح اذا بشهر 12 غلقت وظلت يعني مشكله هاي فلازم يخصص كل محافظه يعني عده احواض ليش نقول احنا نسوي ورشه عمل تصدر من عندها حتى تعرف شنو المشكله وزاره الموارد المائيه وزاره الزراعه واحنا كمربي اسماك كجمعيه عندي خبراء شوف الجمعيه العراقيه بها خبراء علماء من الاسماك امثال الدكتور خليل دكتور جمال الفراجي دكتور قحطان المعموري دكتور حيدر المعموري ايضا دكتور عبد المطلب علماء من الاسماك دولة طلعوا التقاعد الان يعملون ويانا بدون اي شيء ليخدمون هذا البلد استفاد من خبراتهم بالاسماك هم ويانا بالجمعيه هذا الموضوع الثاني احنا بدنا نعمل مع دكتور ميثاق الخفاجي وكيل نعم. وزير الموارد عفوا الزراعه بهذا الموضوع وعندنا افكار دا يستقبلها مشكور الرجال فعندنا احنا بدنا نخدم العراق احنا والموارد المائيه والزراعه هدفنا ان هذه المشاريع استراتيجيه داعمه للاقتصاد العراقي فوق نعم. كل هذا القانون يطبق على الجميع فرضا اذا فتحنا نافذه الاستيراد قد العراق راح يستورد يحتاج سنويا استاذ اعطيك معلومه بابل تسوق يوميا من 150 طن الى 200 طن اسماك نعم في تسوق الى المحافظات بابل تنتج سنويا 450 مليون اصبعيه 1 غرام رقم كبير هاي بابل فقط
في يعني ارقام خياليه الان توجد في بابل شركات، اقل شركه 2000 دونم الى 1500، هاي في بابل وواسط وايضا الانبار كل العراق. هذه شهر 12 تنتهي، البديل شنو؟ لو تخلونا نشتغل على المبازل اردموا الانهار. نعم. المبازل لو تنطونا على الابار اللي هي الطن الاسماك ايش قد سعره؟ الان على الكيلو وصلت الطن 89 نقول 10,000 10 ملايين يعني 10 ملايين كان وصل الكيلو 3,000 يعني احنا اذا بهالحال اذا فتحنا اليوم استيراد راح نخسر عمله صعبه طبعا ملايين الدولارات باليوم. ليش انا السمك هذا اللي انهد بالبزول وشفته بقريه ابو مصطفى ايه؟ نعم مئات الاطنان قلنا البزل وتدري الناس خيره محترمه القانون ما يقدر يحكي ابدا يشوف خير ماله قدامه ويروح بالبزل وما يحكي يطبق القانون. نعم. لا ايش قد ناس واصله تمم للاخلاق صحيح وهذا ايضا مشكورين مربي الاسماك. كل التحيه والشكر لك استاذ عيال الطالب رئيس الجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك لا وخدمتكم. اقدم شكر لقناتكم اللي دائما معانا ربي يخليك قناه كرئيس قناه وعاملين بالقناه والمخرجين شكرنا وعلى روسنا ما قصروا بايصال صوتنا خدمتكم وان شاء الله ان ما يعرفون وصول صوتنا لدوله رئيس الوزراء. الف شكر لهم. كل الشكر الى المتحدث الرسمي باسم الموارد المائيه على كل المعلومات اللي حقيقه فاد بها مربي الثروه السمكيه وايضا فاد بها المواطنين. شكرا جزيلا. طبعا الله يحفظك. احبتي المشاهدين قبل الختام حقيقه يعني ايضا شخص مهتم بالثروه السمكيه الاستاذ حاتم الحمداني رئيس جمعيه روافد لتنميه الاحياء المائيه نقدم له التعازي باسم قناه الايام الفضائيه وارض السواد بوفاه والده. رب ان شاء الله يحفظهم وانا لله وانا اليه راجعون. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد. نلتقيكم بحلقات اخرى. الى اللقاء.